الثار يطلب ثاره وينصب عزل كسر وظل حب داره. صاحب الزمان صاحب الزمان كم بيت يا علي يا علي. يا صاحب الثرايات وينك وينك طال الصابر ما كف صابر هسنينك ثراتي لك مو ثار لمتانينك وولها يوم البسمار هاك ستمع أخبار عبد هاك ستمع أخبار سوى هذا يا صاحب الزمان. ها عالباب صبح قدو تجاسر ليها من هيا سمك خلف يا مهديها برجل رفس والبايا برد عليها كل حالة ابن الحطاب من بعد ما شب نار من بعد ما شاء مو بس جدار وباب هل أذتها شنو صار اسمع اسمع واكثر بعد ريتك شفت محنتها شفيها نيران الحق تشوتها بيا شف ترد باب الدار بيا شف ترد بسمار بيا شف ترد بسمار يلهبي وحامي من تلاقى وياها صار يلهبي وحامي من تلاقى وياها جمرته بصدر امي الحسن طفاها من هكسر ضلعي وشيت البحشاه محسن جنين المعصور ما شافت أم صيارة مو بس جنين ذيبح لامك عمره ولا بس كسر ولا بس ضيل عكسار بذيك العصره اقول له ما اقول خد امك الظالم تشفى بسطره وراحت بخدها المسطر شفي العبد اثاره وشفي العبد ولا ايام عاشت فاطمة بعلتها ما شالت بوجه الواصي شبحتها ليش خايف يعاين حدار لسطرته
مطفية عن أم حسين وبهالواضع محتارة، جاوب، وبهالواضع وبهالواضع آه الله يساعد حيدر مني صده باكر وكل جروح يشاهده مكسورة ضلعه وشف اللائم بخدها حيدر أسد هل معروف بالشدد حام جواره بالشدد حام جواره الوداع الوداع يا زهراء الوداع الوداع يا علي وحقك تغير حالك يا علي وحقك تغير حالك تمشي قوة والحزن يبرالك كلها تسأل يا ابو حسين ايش مالك كلها تسأل يا كل شبيك يصيح يا فاطمة كل شبيك يصيح الوداع 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 استريح جزاك الله خير.